ورجعنا لكم تاني في الفقرة الأخيرة وفقرة مواهب على الطريق. طبعا انضم إلي اللاعب محمد السيد أحمد لاعب نادي الزرع مواليد 99. أهلا وسهلا محمد، عامل يا حبيبي، أخبارك إيه؟ تمام. واللاعب نجم فريق نادي 2006 اللاعب إبراهيم أيمن محمد لاعب نادي الزرع الرياض. أهلا وسهلا إبراهيم، عامل يا حبيبي، يا أخبارك تمام؟ تمام. سعان ولا إيه؟ لا حبيبي. قول لي يا محمد كده، ايه رايك بقى في مباراه الاهلي والزمالك؟ هي مباراه من ناحيه الاستحواذ كان الزمالك مسيطر على انت الماتش. ولا زملكاوي الاول؟ انا اهلاوي وصامم الحمد لله. خلاص بلاش صمام دي ماشي. الزمالك سيطر على المباراه من اولها لحد اخر 10 دقائق كده، تمام. بس الاهلي قدر يكسب الماتش، والمباريات النهائيات تكسب ولا تلعب. الاهلي قدر يكسب البطوله وياخدها ويحطها في الخزينه بتاعته. تمام، هقول لك على الخزينه. الزمالك طلع من المباراه. انت حابب بقى تلعب في النادي الاهلي ولا في الزمالك بقى لو جالك عرض طبعا. الزمالك؟ لو جالك عرض من الزمالك هترفض ولا هتلعب؟ هتلعب غصب عنك. قول لي كده، انت مركزك ايه يا محمد في الملعب؟ فروة؟ مهاجم. مهاجم. مهاجم صح. من لعيبه كويسه اللي صراحه موجوده. ممكن نلعب جناح يمين برضه. تمام. ابراهيم قول لي كده، مركزك ايه في الملعب بقى؟ انا مدافع وبني برضه ساعه ناحيه الشمال. اهلاوي ولا زملكاوي برضه؟ اهلاوي. ايه الحكايه، مصر كلها اهلاويه ولا ايه؟ ايه رايك في الماتش بقى؟ بصراحه هو كان الزمالك برضه مسيطر وكل حاجه، بس هو يعني الاهلي برضه قفشه خطف الجون وكده. تمام. وبرضه والاهلي اهلي برضه. قول لي كده، بالنسبه للفريق 2006 بقى، بداتوا ماتشات وديه ولا لسه؟ لا انا ما رحتش ماتشات وديه، بس ممكن سمعت لهم كان في ماتش ودي. الاصابه لسه؟ لا لسه يعني. ترجع كده ان شاء الله قوي. ان شاء الله. مسابقه بتاعتك الاسبوع الجاي ان شاء الله؟ ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي يا محمد سيد كده، بالنسبه لفريق ال 99 بقى، الشغل عامل ازاي؟ بتتمرنوا بتستفادوا؟ الملاعب كويسه؟ بتاخدوا وقتكم؟ معانا الكابتن رفعت، والله يا عم معانا شغل كبير. ولعبنا مواليد 2001 مباراه وديه من يوم الاحد اللي فات. تمام. والحمد لله قدرت اجيب جون في اخر 10 دقايق والماتش خلص، وانما الكابتن رفعت عمل معانا شغل عالي والله. تمام. بس انت الفرقه منظمه، الفرقه كويسه؟ لا الفرقه منظمه، الفرقه كويسه، والكابتن اشرف كمان معانا عامل معانا شغل عالي. كابتن اشرف عطيه من المدربين الكويسين، وكابتن رافع الصراحه. اتفضل. اللعيبه بس ناقصها شويه انسجام، وان شاء الله نقدم حاجه تستفاد منها. انسجام عشان انتوا لسه في بدايه تكوين، بقالكم شهرين مع بعضكم، مش برضه مش فتره كافيه. قول لي يا ابراهيم برضه، بالنسبه لفرقه ال 2006 جاهزين للدوري ان شاء الله؟ ان شاء الله يا كابتن. والتمرين برضه ماشيين، التمرين كويس، والمدرب برضه ماشي معانا كويس، وكده متوش ان شاء الله يعني مستعدين للمتوش وكده. تمام. طبعا احنا بنتكلم عن قطاع الناشئين نادي الزرع الرياضي ان شاء الله. طبعا القرعه ان شاء الله يوم الجمعه القادمه باذن الله. هتبدا قرعه جميع المراحل السنيه لبدء مسابقات الناشئين اللي هتبدا ان شاء الله باذن الله الاسبوع بعد القادم ان شاء الله باذن الله. وكذلك منطقه القاهره لكره القدم تجري جميع القرعه لجميع المسابقات في المنطقه لجميع المواليد من مواليد 99 حتى البراعم. طبعا بقيادة الكابتن ايمن حسان، طبعا جهد كبير من منطقه القاهره طبعا في عمل وتنظيم المسابقات السنيه. طبعا الكابتن ايمن حسان، منطقه القاهره طبعا من المناطق الحيويه والمنطقه الاهم في تنظيم مسابقات الناشئين. معنا على التليفون الكابتن مراجع موسى، مدير او رئيس لجنه شؤون اللاعبين بمنطقه مطروح لكره القدم. اهلا وسهلا كابتن مراجع. يا اهلا وسهلا بحضرتك كابتن احمد فؤاد. اخبارك ايه يا كابتن مراجع، عامل ايه؟ الحمد لله والله يا فندم. الحمد لله. اخر ميعاد لقيد الناشئين هل بالفعل غدا كابتن مراجع ولا في مد فتره ثانيه؟ لا هو ان شاء الله بكره هيبقى اخر ميعاد، لان هم كان مدوا اليومين دول. تمام. كان هيبقى بكره الاربعاء ان شاء الله اخر ميعاد ليه. 12 ظهرا ولا 12 مساء؟ لا غالبا هيبقى الساعه 3 الظهر. 3. اه. طبعا احنا طبعا ديت فتره القيد الاولى بالنسبه او الاضافيه بالنسبه للناشئين ولجميع اقسام الناشئين طبعا والقسم الرابع. اكيد ان شاء الله باذن الله، مع ان يعني احتمال يبقى في فتره شهر واحد للناشئين يعني ده لكن ده احتمال مؤكد ان شاء الله. يا
يعني والله احتمال لو الاتحاد نظر فيها مراعاه لظروف قطاع الناشئين، وان التسجيل بيبقى فيها زي ما كان معتاد الاسبوع الاول من كل شهر، فطبعا يمكن في شهر واحد يفتحوها لمده اسبوع كده ان شاء الله. تنظيم مسابقات الناشئين كابتن مراجع ان شاء الله، يعني القرعه امتى اسوه بالمناطق الاخرى اللي بدات بالفعل عمل قرعه قطاعات الناشئين؟ طبعا احنا كنا مستنيين ان شاء الله باذن الله نهايه القيد، تمام، ومع بدايه الاسبوع القادم ان شاء الله هيبقى يوم 5 الاجتماع للقسم الثالث بالمحافظه عندنا، تمام. في نفس الاسبوع هيبقى في برضه ان شاء الله تنسيق لجداول المراحل السنيه المسابقات، وهنبدا ان شاء الله قبل 15/12 ان شاء الله هنكون بادئين بالمسابقات باذن الله. ان شاء الله. كابتن مراجع، بالنسبه للقسم الثالث مجموعه مطروح بقت مستقله؟ انديه مطروح فقط؟ حاليا تعتبر مستقله يعني بالنسبه للتوزيع اللي هم عملوها الاخيره. تمام. ولكن خلاص كده بالنسبه للقسم الثالث يعني مجموعه مطروح خاصه بانديه مطروح فقط. ان شاء الله يعني. ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن مراجع موسى رئيس لجنه شؤون اللاعبين بمنطقه مطروح لكره القدم. محمد كلمني كده عن ابرز اللاعبين زمايلك في فريق ال 99 اللي هم متعاونين مع الفرقه اللي هم يعني مميزين داخل الفريق. معنا كابتن معز، ومعنا كابتن زياد، ومعنا كابتن محروس، ومعنا كابتن محمد يوسف. يعني لعيبه كويسه برضه. لعيبه كلها ممتازه والله، وان شاء الله يكون لها مكان في ممتاز الف ونام موسم جيد ان شاء الله. ان شاء الله. وانت ابراهيم كده بالنسبه لزمايلك بقى برضه ليا برضه متعاونين معاك وبرضه كويسين ولا ايه؟ كويسين برضه ليا برضه واحد اسمه محمد برضه متعرف عليه برضه من قريب، وعبده. انتوا لسه واحد. طبعا فرقه لسه جديده، لسه عايزين مرحله انسجام بقى وان شاء الله نشوفوكم حاجه كويسه كده باذن الله. طبعا قطاع الناشئين بنادي الزرقاء زي ما ذكرنا ان شاء الله القرعه يوم الجمعه القادم باذن الله، وانتهاء زي ما ذكر الكابتن مراجع موسى طبعا انتهاء فتره القيد الاولى ان شاء الله اللي هي الاضافه للناشئين والقسم الرابع، طبعا هتنتهي غدا باذن الله في تمام الساعه 3 مساء، وباذن الله على امل تعود في فتح القوائم الاضافيه الاخرى في شهر يناير ان شاء الله الشهر القادم باذن الله. كل التوفيق لقطاعات الناشئين بمختلف مراحلها السنيه، وطبعا ما ننساش طبعا منطقه الاسكندريه بقياده الكابتن حسن اسماعيل المدير التنفيذي لمنطقه الاسكندريه، طبعا بدء المسابقات من الاسبوع المقبل، عمل الجداول لمعظم المراحل السنيه، طبعا كل التوفيق لمنطقه الاسكندريه لكره القدم. قول لي كده ابراهيم بالنسبه للمدير الفني عندكم تستفادوا من التدريبات، استفادوا بخطط، استفادوا بشغل مدرب، بقى في انسجام للفريق، بقى في وقوف على المستوى؟ ايوه محمد برضه مش كويس وكده، وبرده في التمرين يعني اللي نخافوا على مع بعض على بعض وكده، برده يعني في تعاون مع بعضيكم وفي انسجام. برده عشان برده بيخلينا نلعب متوشه قدام في التمرين عشان برده نعرف لعبنا ويعرف نعرف تحركاتنا والكلام ده. تمام. وانت قول لي كده محمد برده نفس الشيء. احنا عندنا الفريق لسه بس ناقص شويه انسجام كده بين اللعيبه، لان انت عارف ان احنا لسه في البدايه بقى لنا شهرين مع بعض، شويه انسجام وان شاء الله نقدم حاجه كويسه السنه دي تثبت ان 99 ان شاء الله نشوف كده فريق كويس باذن الله كده ان شاء الله. معانا في مكالمه هاتفيه الكابتن اسامه حسن المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياضي. اهلا وسهلا كابتن اسامه. كابتن احمد مساء الفل. مساء النور، اخبارك؟ تمام الحمد لله كابتن، عامل ايه؟ الحمد لله حبيبي. طمنا كده كابتن اسامه عن قطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياضي وافضل الفرق الموجوده في القطاع. والله الحمد لله الفرق كلها على مستوى عالي كويس، الحمد لله شغالين معاهم بطرق فنيه حديثه. تمام. لتطوير الاداء، لتطوير الاداء وكسب الخبره للاعبين. تمام. طيب في اي يعني معوقات او سلبيات داخل القطاع كابتن اسامه؟ لا والله الحمد لله المنظومه ماشيه بخطى ثابته ومتطوره، يعني
في فرق يعني الحمد لله القطاع يعني ما يقلش أهمية عن المقاولين، أهلي، زمالك، إنبي، إنتاج حربي، الفرق الدوري الممتاز يعني الحمد لله. عايز أتكلم برضو عن يعني بتخلي المدربين يا كابتن بتحضر للتدريب ببرنامج معين هادف للاعبين طبعا. البرنامج اللي انت حاطه للمدربين يا كابتن وشغالين على هذا البرنامج والاسس العلميه الصحيحه طبعا فايده ودي حاجه كويسه جدا، ولكن التطبيق يا كابتن اسامه انت بتتابع هذا التطبيق على المدربين؟ طبعا انا بحضر كل تمرينه وبنشوف المدربين شغالين بينفذوا فعلا التعليمات والبرامج. طيب شكرا جزيلا كابتن أسامة حسن المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياضي. طبعا ما ننساش برضو نادي حدائق حلوان، طبعا تم الحمد لله غلق القوائم كلها من الفريق الأول حتى البراعم، طبعا قطاع قوي بالنسبة لقطاع نادي حدائق حلوان اللي هيلعب إن شاء الله دوري سوبر القاهرة بإذن الله بداية من الأسبوع المقبل، وان شاء الله باذن الله نلاقي برضه لاعبين جيدين داخل هذا القطاع اللي احنا بنشرف عليه، ومعانا طبعا بعض المدربين الاكفاء زي الكابتن طارق يوسف، الكابتن حسين الطحاوي، الكابتن عمرو عبده، الكابتن محمد السبكي، الكابتن صلاح سعد، طبعا مدربين على اعلى مستوى، وان شاء الله باذن الله يكون قطاع الناشئين بنادي حدائق الحلوان طبعا في مباراته من القطاعات الناجحه باذن الله. محمد في ختام كده عايزك يعني حابب تشكر مين في المجال اللي وصلك لهذه المكانه؟ احب اشكر اول حاجه والدتي، هي اللي بتسند دايما وتكون في ظهري دايما، بعدين والدي الحمد لله يعني ربنا يديله طول العمر ويستنى في ظهري على طول، واصحابي بقى واخواتي هم اللي بيدوني الدفع لقدام ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي. وانت ابراهيم بقى حابب تشكر مين بقى؟ بشكرك برضه كابتن احمد، وحب اشكر كابتن احمد تريكا، وحب اشكر برضه والدتي ووالدي اصحابي وكده واخواتي. انت منين بقى؟ انا من بلد دكرور. بولايه حته واحده؟ ماشي. ربنا يكرمكم كده ونشوفكم ان شاء الله باذن الله في مستقبل طيب باذن الله وفي انديه ممتاز باذن الله. طبعا قبل ما نختم بحب انوه طبعا عن قطاعات الناشئين والاستثمار الرياضي على مستوى الجمهوريه. للاسف الشديد الدخلاء في هذا المجال قطروا بطريقه كتيره قوي، يا ريت الاتحاد المصري لكره القدم ونقابه المهن الرياضيه لانها شريكه طبعا لان هي اللي بتستخرج كرنيه النقابه ان المدرب بيشتغل، طبعا نتمنى طبعا تقنين هذا الوضع لان الدنيا انفلتت خالص، اي حد دلوقتي بيخش اللي ملوش مهنه بيخش في مهنة كرة القدم بيجيب لاعبين بيعمل إعلانات ممولة للعيبة، الكلام يعني مش من الخيال، ولكن نتمنى طبعا من أولياء الأمور التعقل والتريث طبعا لأن ابني ده أمانة وطبعا بلبي له رغبتي، بس شوف أنت رايح وماشي مع مين علشان طبعا الدخلاء. طبعا المدرب مكتوب في البطاقة الرقم القومي قلناها قبل كده مرارا وتكرارا مدرب كرة قدم، وكرنيه نقابة المهن الرياضية طبعا مدرب كرة قدم مشتغل، مش غير مشتغل، مشتغل يعني بيمرن وعلى قوة النقابة، ولكن يا ريت نخلي بالنا من الدخلاء على هذا المجال لأنهم كتروا قوي. طبعا في ناس بتزعل مني، ولكن الناس اللي هي طبعا معتمدة من قبل الاتحاد المصري أو من نقابة المهن الرياضية ما بيزعلوش من الكلام ده، نتمنى ان شاء الله باذن الله نلاقي حاجه كويسه حاجه جيده باذن الله في القريب العاجل بالنسبه للكره المصريه وبالاخص قطاعات الناشئين. قطاعات الناشئين فاتحه بيوت جميع المدربين بما فيهم مدربين الدوري الممتاز، بقولها على الهواء صراحه، فاتحه بيوت اللاعب الناشئ ده امانه لازم نحافظ عليه. طبعا في ختام هذه الفقره بشكر اللاعبين الجيدين المميزين لاعبي نادي الزرقاء الرياضي. طبعا ما تنسوش برنامج ملاعب بلدنا كل يوم ثلاثاء في تمام الساعة 11 مساء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.